السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع على الإنترنت، هو بيعرض بعض الحاجات الظريفة، تمام؟ منها مثلا موضوع إن أنت تكتب على 3D بالشكل دوت، تمام؟ كل ده على الإنترنت من غير أي حاجة خالص. الأنوتيشن هوت بيقول لي عايز 3D ولا 2D، طبعا براحتك زي ما أنت عايز، عايز بكاميرا ولا كلوز سيت ولا في الإكس ولا في الواي زي ما أنت عايز، الفيكس سايد، عايز التوب ولا اللايت ولا يمين شمال فوق تحت، تقدر تعدل زي ما انت عايز. الموضوع ده يعني هيبقى ليه مستقبل كتير قوي، موضوع البرمجة وموضوع الشغل اونلاين بالشكل دوت، التايتل تكست، الكلمة اللي انت عايز تكتبها تقدر تكتب اللي انت عايزه، تكست سايز، التكست ويت، الكولر، الاوتلاين لو انت عايز تبقى فيه اوتلاين. طبعا ده التكست اللي هو هنا، يعني ممكن تسمي ايه بمقربيه برضو بالشكل دوت. الباك جراوند تقدر تغيرها زي ما انت عايز، اللاين نفسه تقدر تغيره بالشكل دوت. فكل الكلام ده هنا عايز شادو ولا لأ، هنا عايز تشوف مثلا في الصيف هتبقى عامل ازاي، السولار، طبعا ده كل ده هتلاقيه في الموقع الأساسي. ده بدأ يحط الموضوع دوت إن أنت تعمل محاكاة للشغل بتاعك. الموقع هحط الرابط بتاعه أسفل الفيديو لحد عايز يتابع.